السلام عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: امرأة ذهبت إلى العمرة وفي أثناء الطواف شعرت بدم، فلما نظرت وجدت دما أحمر أو دما متغير اللون ولكنه في غير أيام عادتها، فما هو الحكم في عمرتها؟ عمرتها غير صحيحة حتى ولو ما هو بحيض، لأن هذا ينقض الوضوء. الطواف يشترط له الوضوء، إذا خرج منها شيء دم ولا غيره ولا ريح ولا بول فإنه ينتقض وضوءها، فعليها أن تتطهر وتعيد الطواف والسعي والتقصير من جديد. نعم.